بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لازلنا في سلسلة كيف أكتب تعبيرا كتابيا. هذا هو الفيديو التاسع أو الفيديو رقم 9 من هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وينفع بها التلاميذ والأساتذة أو أولياء التلاميذ. طيب، كيف يكتسب التلميذ مهارات في تطوير نفسه في التعبير الكتابي أو في الوضعية الإدماجية في اللغة العربية؟ قلنا في كل فيديو في كل حلقة نجيب ملاحظات، نجيب تنبيهات، نجيب أشياء لم نذكرها في الفيديوهات السابقة. لذلك اللي حاب يستفاد بصفة كلية لابد أن يشاهد الفيديوهات كلها. عندنا 8 فيديوهات وهذا هو الفيديو التاسع. في كل مرة نذكر أشياء لم نذكرها من قبل، معناها الأشياء اللي نذكرها ما نعاودوش نذكرها مرة أخرى. طيب، اليوم جبت لكم بعض النصائح، بعض التوجيهات. النقطة الأولى هي أن التلميذ في الامتحان ولا حتى في الاختبار ولا في التعبير في حصة التعبير في القسم أن يركز على نظافة الورقة، كذلك خاصة في الامتحان أو في امتحان شهادة التعليم الابتدائي في السيزيام يركز على نظافة الورقة، يتجنب التشطيب، يتجنب الكتابة بغير خط واضح. المهم نكون ورقة نظيفة وسلامة الورقة، تكون ورقة سليمة ونظيفة. وترتيب الفقرات، الفقرة الأولى المقدمة، الفقرة الثانية العرض ولا صلب الموضوع، والفقرة الثالثة الخاتمة، وتكون منظمة. المقدمة يخلي مربع واحد، ثم قلنا عند بداية كل فقرة يكون بياض مربع، ثم يبدأ الفقرة الأولى، مربع ثاني ثم يبدأ الفقرة الثانية، مربع ثالث ثم يبدأ الفقرة الثالثة. وحب هذا لو يترك بين فقرة وفقرة سطر، يترك بين المقدمة والعرض سطر فارغ، وبين العرض والخاتمة سطر فارغ، بتجي واضحة، تجي واضحة المقدمة العرض والخاتمة. طيب، من الأشياء التي كذلك يركز عليها سلامة الخط. رانا في بداية السنة، مازال امتحان شهادة التعليم الابتدائي مازال أكثر من 4 أشهر أو 5 أشهر، لذلك التلميذ اللي عنده خط غير واضح يبدأ يحسن في خطه من الآن. كثير من التلاميذ، الرجاء من الأساتذة أولياء التلاميذ ينبهوا أولى أبنائهم والتلاميذ أنه اللي يصحوا لهم في الاختبار ولا في شهادة التعليم الابتدائي مش الأستاذ تاعك. لو كان الأستاذ تاعك هو اللي صحح لك راح يبذل مجهود باش يقرأ لك الورقة ويعطيك النقطة. الأساتذة اللي صحوا لكم في شهادة التعليم الابتدائي مش الأساتذة تاعك، يجيبوا أساتذة من ولاية أخرى. لذلك لا يبذل أي مجهود باش يقرأ الورقة تاعك، إذا خط واضح يقراها، إذا خط غير واضح ما يديرش أي مجهود وما يبذلش أي جهد باش يقراها، غير واضح ما يقراهاش ويدير لك نقطة ولا زوج ويحطها ولا ما يعطيكش كاع النقطة. لذلك الرجاء من التلاميذ تحسين الخط، إذا كان الخط مقروء راح يساعد باش تدي نقطة مليحة، إذا كان خط غير مقروء ما راحش تدي نقطة مليحة حتى وإن كان تعبير مليح. لذلك على التلاميذ أن يحسنوا خطهم من الآن. طيب، النقطة الموالية، على التلميذ أن يركز على الشواهد في التعبير الكتابي، الشواهد، ويحفظ في كل موضوع شاهد أو شاهدين. مثلا الصداقة، يحفظ بيت شعري، يحفظ آية قرآنية، يحفظ حديث، مثلا فصل الرابع، يحفظ بيت شعري في فصل الرابع، يحفظ مقولة، هكا أشياء. المهم كل موضوع من المواضيع المشهورة اللي ممكن أنها تسقط تكون في الامتحان، خاصة هذا العام غالب ظن راح يكون، ممكن يكون على المرض، انتشار المرض، مرض كورونا، مرض كوفيد هذا. لذلك يحفظ شواهد تتعلق بالمرض، انتشار المرض، آية قرآنية، حديث، بيت شعري. المهم الشواهد يدعم بها التعبير تاعه، ضرورية في التعبير. لذلك حبذا لو يحفظ شواهد تدعم التعبير تاعه من الآن. كذلك من الطرق المفيدة في التعبير الكتابي يستعين بها الأولياء ولا الأستاذ في القسم هي أنه مثلا يجيب الموضوع، يقول للتلاميذ موضوعنا اليوم مثلا الصداقة، ثم يترك التلميذ يتكلم ما يعرفه عن الصداقة، تعريف الصداقة، أنواع الصداقة، شواهد تاع الصداقة، آية، حديث، بيت شعري، يتكلم كل ما يعرفه عن هذا الموضوع. بعد ذلك يكتب هذه الأشياء في ورقة، وبعد ذلك يحاول يربط هذه الأفكار، يربطها وينسق بين هذه الأفكار ويدلها مقدمة وعرض وخاتمة، وبالتالي تحصل على تعبير. طريقة هذه أن نجيب الموضوع، نقول للتلميذ مثلا موضوعنا اليوم الصداقة، نقول له اتكلم كل ما تعرفه عن هذا الموضوع،
تعريف الأنواع الأقسام، أهمية الصدقة، آثار الصدقة، ماذا نستفيد من الصدقة، ماذا استفدت أنت من الصدقة، صدقاتك التي تعرفها، مجموعة من الأفكار، ثم يربط بين هذه الأفكار بروابط اللغة العربية الفاء الواو، ثم يربط بينها ويكون تعبير كتابي. هكا في الامتحان يكتب كل ما يعرفه عن هذا الموضوع، بعد ذلك يربط بين هذه الأفكار ويتحصل على تعبير كتابي. هذه أبرز التنبيهات والملاحظات اللي جبتها لكم لنهار اليوم. انتظرونا في العدد المقبل إن شاء الله عز وجل. في الأخير لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو، كذلك الاشتراك في القناة. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.